مملكة الحيوانات مثيرة للاهتمام للغاية، وكل يوم أو آخر تنتشر مقاطع الفيديو المجنونة والمضحكة لهذه المخلوقات الرائعة. أحد مقاطع الفيديو التي أثارت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هو القتال الشرس بين مجموعة من الجاموس والأسد. منذ زمن طويل كان الأسد يقدر باعتباره ملك الغابة، ولكن حتى الملك يمكن أن ينهار تحت الضغط، وهذا الفيديو دليل على ذلك. تظهر تلك المشاهد اللحظة الشديدة التي يمسك فيها أسد برقبة جاموس في محاولة لمطاردته، لكن الجاموس يرفض النزول دون قتال ويحاول تحرير نفسه من قبضة الأسود المفترسة. مجموعة من الجواميس تقاتل بشجاعة وتطارده الأسود بعيداً، وفي هذه الأثناء بينما تحيط به الجواميس يخشى الأسد على حياته ويهرب من هناك. في العديد من الأدغال تعد الجواميس فريسة متكررة للأسود، لكن مهاجمتها ومطاردتها يمكن أن تكون صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لملك الغابة. الجواميس نفسها هي خصوم هائلون في حد ذاتهم، ويمكن أن يلحقوا الكثير من الضرر بقرونها، حتى إذا نجح الأسد في إنزال جاموس واحد فإن الاستغاثة التي يطلقها في مواجهة هجوم وعادة ما تنبه بقية قاطع الجاموس للإنقاذ. من سيفوز في معركة بين جاموس الرأس والأسد الإفريقي؟ عادة ما يكون الأسد، لكن هذا لأن الأسود تهاجم دائما في مجموعات وليس بشكل فردي أبدا. لن يحظى الأسد الواحد بفرصة كبيرة ضد جاموس الرأس البالغ الذي يبلغ وزنه نصف طن، ولديه ركلة قوية للغاية وقرون يمكن أن تخترق جلد الأسد وتثقب الأعضاء الحيوية في لمح البصر. ويشتهر ذكر جاموس الرأس بمزاجه السيء، لذلك فإن الأسود عموما تذهب للمسنين والعجز والمرضى. لقد شاهدت أفلاما عندما تم وضع عجل من قبل 3 أو 4 أسود، ثم تم تجميع قطيع الجاموس بأكمله وشحنهم، كان على الأسود أن تتراجع. حاول الزوجان من الذكور محاولة أخرى، لكن كان عليهما التراجع أيضا. كانت هناك حالات هربت فيها معظم الأسود، ولكن حوصرت إحدى اللبؤات، ثم ينتهي الأمر بشكل سيء للغاية بالنسبة للأسد، فقد تم القبض عليه بمفرده مع حفنة من ذكور جاموس الرأس الغاضب الذي ألقاه في الهواء ونطحه وركله. تقتل الأسود أحياناً في مثل هذه المواجهة الطاحنة. حتى لو كنت تتصرف كمجموعة فمن الصعب بما يكفي الحصول على جاموس بسبب طبيعتها العدوانية وقوتها الخارقة. يحاول أسد القفز على ظهر الجاموس وحفر أسنانه ومخالبه في الجلد السميك، ويحاول زوجان العض على الساقين والذيل، ويهاجم أحدهما من الأمام ويحاول السيطرة على الجاموس من منطقة الرقبة لإنزاله. تنكسر رقبة الجاموس أثناء الخريف بسبب وزنها إذا نجحت الأسود، لذلك يمكن أن تحصل في كلتا الحالتين، وعادة ما تكون الأسود هي التي تفوز، لكن الجاموس فريسة صعبة ولن تعطي الأسود فرصة للحصول على فريستها المنشودة. من المحتمل أن تضمن قوانين الطبيعة الحد الأدنى من التدخل من القطيع إذا تم تعيين عضو مسن أو مريض، ولكن يصعب إنزال الأفراد البالغين المناسبين. وإذا تمت مهاجمة عجل أو جاموس أصغر فعادة ما يرتد القطيع ويوجد هناك. قد تم توجيه حالات اتهموا فيها الأسود بكامل قوتها كقاطيع لإنقاذ أحد أفراد قطيعهم الذي يتعرض للهجوم وجها لوجه. سيواجه الأسد وقتا عصيبا. لا تعمل الأسود بهذه الطريقة بالطبع، فهي تصطاد في مجموعات وتحاول عزل جاموس واحد عن بقية القطيع، ثم سوف يتراكم كل منهم. عندما يفعلون ذلك بهذه الطريقة ينتهي الأمر بالجاموس في نهاية المطاف ليكون غذاء. لقد نجحوا بما فيه الكفاية في فعل ذلك بهذه الطريقة. في بعض الأماكن تكون شرائح لحم الجاموس جزءاً منتظماً من النظام الغذائي للأسود، ومع ذلك فهذه ليست أسهل طريقة للحصول على وجبة. من سيفوز؟ أسد أم جاموس أفريقي؟ إذا كانت معركة بين أسد وثور بالغ فستكون الجواميس 10 من أصل 10 مرات، والسبب هو أن متوسط وزن الأسد البالغ 400 إلى 500 رطل، ومتوسط وزن الجاموس البالغ 1800 إلى 2500 رطل. الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للأسد التغلب على الجاموس البالغ هي الحصول على عضة قوية على حلقه، أي قصبته الهوائية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عند سقوط الجاموس من قدميه. ومن المستحيل حرفياً على أسد أن يطرد جاموساً بالغاً من قدميه بسبب وزنه الهائل، فقد فخر الأسود معاً يمكنهم التغلب على جاموس بالغ، وهذا أيضاً يتطلب مجهوداً، وفي معظم الأحيان يتمكن الجاموس من الهروب.
إذا سمحنا للأسد باستخدام تكتيكات الكمين التي يستخدمها عادة، فقد يحقق الأسد فوزاً. إنه أمر غير شائع، ولكن من المعروف أن الأسود تقتل الجاموس البالغ في عمليات الصيد الفردية. فقط الأسد الذكر هو كبير بما يكفي للقيام بذلك. ومع ذلك، أتخيل أنه عادة ما تتم محاولته ضد أفراد أصغر من الثور الكبير الذي يقصده في السؤال. لذلك يمكن للأسد أن يفوز وكذلك الجاموس. أطلق عليها احتمالات 60-40% لصالح الأسد. إذا لم نسمح بنصب الكمين فإن الجاموس سيفوز بالتأكيد. الجاموس كبير جدا، قوي جدا، إنه خزان حي يتنفس. إنها تسبب ضررا أكثر من الأسد، ويمكن أن تلحق أضرارا أكثر من الأسد. دعونا لا ننسى أن إصابة واحدة بالأسد هي عقوبة إعدام، بينما الجاموس دائما لديه قطيع يدافع عنه. حتى لو فعل الأسد شيئا له، سأفترض أنك تتحدث عن جاموس الرأس، لأن هذا هو النوع الفرعي الذي تشترك فيه الأسود في الموائل. كانت هناك بعض حالات مهاجمة أسد واحد لجاموس الرأس، لكنها تعتبر نادرة. نادراً ما تهاجم الأسود الفردية جاموساً كامل النمو. يزن الجاموس أكثر من نصف طن. حتى لو كانوا يهربون بدلاً من القتل، فمن الصعب قتل الجاموس، وعادة ما يكون فخراً كبيراً لإنزالهم. وهذا لا يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يفعله الجاموس بالأسود. لن يقتل الأسد بقرونه تماماً، لكن الجاموس قوي جداً بحيث يمكنه بسهولة قذف الأسود في الهواء أو بعيداً عنها. ستضيف أي من النتيجتين الكثير من الضرر على الجزء العلوي من الجرح الذي سيحدثه القرن. هذا هو السبب في أن نصف الوقت الذي تعيش فيه الأسود ينجو من الهروب من الجاموس. كما قلت، هناك حالات قتل فيها أسد واحد جاموساً كامل النضج، لكن في أغلب الأحيان تفشل فخر بأكملها في قتل الكبار. من المرجح أن الأسد الذي يحاول ذلك سيصاب بالندم ثم يموت من الجرح. كيف حشدت الجواميس الشجاعة لمهاجمة الأسود في معركة كروغر؟ هذا ليس سلوكاً غير عادي على الإطلاق، فالجاموس الأفريقي يعتبر من أخطر الحيوانات على أفريقيا، موطن الأسود البرية. عادة ما تكون الأسود حذرة للغاية بشأن التعامل مع جاموس الرأس الأفريقي، ولا يجرؤ إلا عدد قليل من الحيوانات المفترسة الأخرى غير البشر على الاقتراب منها. تمتلك جواميس الرأس الأفريقي عدداً قليلاً من الحيوانات المفترسة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الأسود. تقتل الأسود الأفريقية وتلحق بها أضراراً بالغة.